شو هاد يا صادقة؟ آه؟ شو هاد؟ إذا بدك منحط عروق عروق فوق بعضهم، شو رأيك؟ حاضر. لو سمحت فرميهن ناعمين رجاءً. كم مرة لازم أقول؟ كمان حاططيهم بلا ملح؟ أنا إمتى بدي صير أوثق فيكي؟ إمتى؟ أعطيني الملح. أنتوا فاشلين. أنا بعتذر شول يا خانم. بتصير بكل المطابخ بسيطة. سادة أنت جيبي الملح بس تجي، وأنت ضبي ولمي هدول. يلا. في شي بقدر ساعدك فيه؟ شو أعمل؟ كنت جاي أعمل الصوص الخاص بسلطة الخضرة. حياتي لا تضوج علي، أنا شوي وبصير جاهزة. نادر بيك صار له زمان ما إجا لعنا، منيح يلي عزمناهن على العشاء. بالمناسبة أمك بالمطبخ ومعصبة كتير. شكراً كتير حياتي، خلي لي إياك. شو عملتي اليوم؟ مالك بالعادة تسألني هيك أسئلة؟ ليش؟ معقول ما بيهمني شو عملت مرتي طول اليوم؟ رحت على السوق، بعدها حضرت للعشاء ورحت على الكوافير. رحتي على السوق وعلى الكوافير بس هيك؟ ايه. كيف العلاقة بينك وبين عندها؟ قدرتوا تتفقوا؟ منيحة منيحة، ليش لحتى ما نتفق؟ مظبوط طبعاً. ليش لحتى ما تتفقوا يعني؟ بالنهاية هي أختي، إذا ما اتفقتي معها رح حاسبك على هذا الشيء. اتفقنا؟ أمي؟ نعم؟ خيال. شو؟ خيال شو صار له؟ بس أنت من وين بتعرفيها؟ خالي صادقة خبرتني عنها، إنها بتشتغل عندكم وعملت حادث. حادث سيارة، هي ما ماتت بس أهلها كلهم ماتوا. وين هي هلأ؟ أنت عم تشوفيها شي؟ خيال وينها؟ ليكي وصلوا الضيوف، يلا تعي نستقبل نادر بيك. يلا امشي. أهلا وسهلا.
نحن اجينا. اهلا وسهلا، شرفتوا. الله يسلمك. شو اخبارك جينجو؟ تمام. اهلين وسهلين، صحنا بجيدكم. شو يا خانم، كيفك؟ منيحة؟ إن شاء الله بتستقبلوا الضيف اللي بيجي لعندكم من دون عزيمة. شو هالحكي يا قلبي؟ طبعا. شو يا ست الزوق، وبتحب الضيوف كتير. وبعدين أنت غريبة حبيبتي؟ شو بدنا نضل واقفين هون؟ يلا الأكل ناطرنا على الطاولة، يلا. يلا تفضلوا لكم.